ماما جت، ماما جت. سلام يا أم. الحاج يا ابني. لا يا أم بلاش حكاية الحضن دي، إيه العادة الوحشة دي؟ مشوها مشاورة تسلموا، أنت إيه اللي جابك؟ إيه المقابلة اللي متقابلني بيها دي؟ افتح الباب عشان أستريح. يا أم عدم المؤاخذة، أصل المجاري جوه طافحة وابنك مزنوق، عدم المؤاخذة يعني. سافر أنت البلد وأنا هفك حاصر وهحصلك. محصور يا دنيا يا ابني، طب فك حاصر وأديني قاعدة مستنياك. هي المجاري ناقصة؟ قوم يا أم، قومي سافري على البلد وانا هفك حظي وحصلك. جلال جلال. معلش يا ابني معلش يا بابا، سامحه بنت خالتك هتطير منك. جلع عريس، خليها فوق، خليها تتجوز. انا خلاص يا ابني، ما عادش ليها نسب الجواز. يا واد ايه اللي جرالك؟ شكك تعبان. انا هفهمك، اصل انا سلمت على واحد جبار، ما اقدرش اسلم عليك غير لما اروح للدكتور في الاول، هو اللي هيحاسبني اذا كان اللي عندي ده ضرب ولا جزام. سامحيني يا أمي.